طب اسمها ايه بقى؟ كارما. Sorry, I have to take this. أي عمر، أنا وصلت المكان البت النصابة والعيال اللي معاها. أنت متأكد يا أمين؟ طبعا أنا وصلت لهم بقولك. طيب استنوني تحت، أنا جاي. الوقت مهم يا عمر، لازم نكبس حالا. بقولك ما حدش يتحرك قبل ما أجي. رايح فين؟ سوري. تعالي عايز اعرفك على واحد صاحبي رجل الاعمال. فين ده؟ هو راح فين؟ سنين طويلة كنت بحذرها، كنت خايفة قوي من اليوم اللي يجي وتختار فيه تأذي نفسها. ما سمعتش كلامي، كنت خايفة ما كنش جنبها. وادي نتيجة. فين؟ برافو يا أمين، ليك عندي هدية كبيرة. ليه ما خلتنيش أطلع أمسكهم أول ما لقيت؟ ما كنتش عايز تفقدني اللحظة دي. محدش نزل ولا طلع من العمارة. يلا بينا. متأكد إن هي دي الشقة؟ مفيش حد هنا، مفيش حد في الشقة. وانت اللي كنت وراهم ولا هم اللي كانوا وراك؟ كارما، انتي ما كلمتينيش ليه من ساعة ما سافرت؟ بلاش. طب ليه ما بترديش عليا لما بطلبك؟ انتي ليه قلبك بقى قاسي عليا كده؟ انا هتجنن وانا لوحدي يا كارما. يا اما تجيني يا اما انا انزل واجيلك. انا حتى مش عارفة انزل اعمل شوبينج، ولا عارفة اعيش، ولا عارفة اعمل اي حاجة من غيرك. كارما، 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 اقطعي نفسي، كنت براجع عليكي. سوري صوت الميوزك كان عالي. صباح الفل. صباح النور. بس اللي في سنك بيروح الجيم، ايه اللي بيجريكي هنا؟
لا ما انا كمان ساعات بتخنق من جو الجيم، ولا بحب اجري في الطبيعه عشان اشم نفسي اكتر هنا. عندك وانت بقى هواياتك تانية رياضيه ايه غير الجري؟ الجري بالنسبه لي مش مجرد رياضه، ده الوقت الوحيد اللي بهرب فيه من كل مسؤولياتي، ببقى حر. تقدر تقولي كده بستمتع بالصمت اللي حواليا، استمتع من ولا حاجه. انا بس دلوقتي فهمت ايه سر نجاحك الفظيع في شغلك. ايه بقى؟ حالة الولا حاجة اللي انت عايشها دي اللي بتخليك في مود الجري. طب تسمحي تشاركيني في حالة الولا حاجة دي؟ تشرفني. بالنسبة انك لابس زي طب يلا نكمل جري قبل ما ايه، انا لسه سخنة.